يا رب. طيب معانا استاذه جيهان على التليفون. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام، ورحمه الله. ممكن اتفضلي. اكلم دكتوره صوفيا؟ اهلا بيكي. اتفضلي قولي حلمك. بصي يا دكتوره، انا عندي حلمين. حلم الاولاني حلمته قبل امي ما تتوفى، الله يرحمها. حلمت ان اللهم صل على النبي، ان امي قاعده على السرير وفي جرح فوق بقها من الناحيه الشمال حبيبتي، وبينزل منه دم اسود فبيدخل بقها. وليا اخت كانت عامله معاها مشاكل، قاعده جنبها على السرير، وبعدين لابسه الروب بتاع امي كان قديم، وماسكه كوبايه شاي تقيله جدا. فهي اختي دي قاعده، فبتقول هي كلها حته بني صغيره قد كده، وزي اللي صوت كده بيقول لواط. ايه؟ لواط. طيب ممكن تقول الحلم التاني بس على طول عشان معانا تليفونات كتير. طيب اقول الحلم التاني. بس يا ريت باختصار يا استاذه. طيب الحلم التاني، حلمت انه انا كانه في مستشفى وقدامي راهبه لابسه ابيض، فطالبه منها ان انا اعمل تحاليل، فكتبت عندي ايه؟ عندي ضغط وعندي ورم في الحقيقه موجودين. فبعدين بروح شوف ورقي فين، فلقيت اختي قاعده ماسكه اشبه اربع ورقات. بعد كده الراهبه اخذتني ودخلنا اوضه، لقيت اوضه هي مش مظلمه، كاني قافله الشيش بس النور بره. الضوء خافت فيها، لقيت جاكيتين جداد متعلقين، فالراهبه دي بتشيل المرتبه تشوف فيها حاجه، قالت لا مفيش. وبعدين دخلنا، الراهبه اشبه رجليها ورمه، اتقرصت من حشره بس معرفش ايه الحشره دي، قلبت شطفها تحت الميه. وانا بعد كده كنت واقفه معاها اشبه لقيت نفسي قريانه. بعد كده دخل واحد، هو الحلم كده طول، الحلم طول، وطالما الحلم طول اصلا بيندرج تحت الاحلام النفسيه، عشان انت بالفعل عندك مرض في الرحم، وبالفعل بتقولي عندك ورم ومش عارف ايه، فده امر طبيعي لان ده انعكاس لواقعك، ده حياتك، فانت بتشوفي الوضع ده بصفه دوريه، ان انت بتروحي بتعملي تشيك اب مش عارف ايه، بتدخلي الممرضه حصل وبتغسلك، طالما حاجة نفسي في الواقع لا تفسر لأنها من انشغالات العقل. طب الأولانية؟ في الرؤية الأولانية الأم طبعا واضح أنها يعني لا حيلة لها، خلاص طفت ومفيش حد حتى يتكلم على لسانها، يعني إيه؟ يعني ساكت عن الحق شيطان أخرس. عارفين ما وقع عليها من ظلم بس محدش قادر يتكلم. واضح أنها أختها دي جبارة شوية، يعني إيه؟ يعني شديدة شوية، فكلهم خايفين منها، بس هي بتقول لهم يعني ان يعني ممكن خدت غصب عنها حاجه، لان الجرح ده معناه غصب وحاجه بتؤخذ بالقوه ويعني اساءه، اساءتها يعني. فهي لازم دلوقتي ما تخافوش، لا تخافوا الحق لو ما تلائم، الظالم يقال له انت ظالم في وشه، وتاخدوا الحقوق عشان الميت يرتاح في رقدته.